وسهلا بكم في لقائنا مع يوميات قصة تاريخ. الحقيقة طلب مني كتير قوي ان انا اتكلم عن المماليك، فترة المماليك وفترة سلطنة المماليك وسلاطين المماليك. نتكلم عن الفترة دي لازم نتكلم عن مؤسسها، صاحب فكرتها الاصلي، راهب بني ايوب، السلطان الملك الصالح نجم الدين ايوب، لان كتير من خصاله وتصرفاته انطبعت على تصرفات المماليك في من بعد، وابتدى به بعض او اغلب سلاطين المماليك فيما بعد. السلطان الصالح نجم الدين ايوب ابن الملك الكامل، ابن الملك العادل، شقيق صلاح الدين الايوبي. هي ان العائله الايوبيه حكمت مصر تقارب 100 سنه تقريبا، ابتدت بالسلطان الناصر صلاح الدين وانتهت بالسلطان طوران شاه ابن الصالح نجم الدين ايوب. الملك الصالح نجم الدين ايوب كان له شخصيه مميزه، ان هو ما كانش له علاقات صداقه، ما كانش له ابعاد اجتماعيه، ما كانش معروف عنه ان هو محب للحفلات ولا للتواجد في وسط تجمعات، كان دائم العزله الخصوصيه بذاته قوي. لذلك اطلقت عليه راهب بني ايوب، اللي هحكيه واللي حضراتكم هتسمعوه جايز يكون مؤيد لوجهة نظري. قبل ما نبتدي الكلام عن الشخصية وعن حكاياتها التاريخية، حابب ان انا اشارك حضراتكم زي ما انتم شايفين المصادر قدامكم، علشان محدش يقول لي المصادر انت جايب الكلام ده منين. نبتدي بالنجوم الزاهرة لابن تغري بردي، وده يعتبر من اهم المصادر الخاصة بالتاريخ المصري، خاصة في حقبة سلطنة المماليك. كتاب السلوك لمعرفة الدول الملوك لتقي الدين المقريزي. الحقيقة انا شايف ان الكتابين مكملين لبعض، لان في هنا عرض الوجهات نظر وهنا عرض الوجهات نظر، ففي وضوح اكبر او تسليط ضوء اكبر على الاحداث من كذا رؤيه، خاصه ان الاثنين معاصرين لبعض ونقلوا عن مؤرخين معاصرين لصالح نجم الدين ايوب. بعد كده عندنا كتاب عيون التواريخ وكتاب مرجع هام العدوان الصليبي على مصر للدكتور جوزيف نسيم يوسف، وده مرجع هام جدا عن فترة معركة المنصورة. وبالطبع كتاب عيون التواريخ لابن شاكر الكتبي ده برضو كتاب مهم، لانه بيتكلم عن فترة ما بعد معركة المنصورة. عندنا هنا كتاب العصر المماليكي لعملاق العصور الوسطى دكتور سعيد عاشور رحمه الله. بسم الله نبدأ. انا تجنبت الحديث عن بدايات او ميلاد صالح نجم الدين ايوب، وحبيت ان احنا نتكلم عن ميلاده السياسي، وخصوصا انه ده المؤثر على تصرفاته فيما بعد. خلينا في الفترة المهمة اللي هي الميلاد السياسي. وميلاد صالح نجم الدين ايوب سياسيا كان عمره وقتها 15 سنة بالتمام والكمال. يسري لامر معمى وكل يجري لأجل مسمى، مقولة جميلة جدا لهبة الله الأصفهاني في كتاب أطباق الذهب، أعتقد أنها ملائمة لحياة صالح نجم الدين أيوب. سنة 618 في مدينة دمياط كانت بداية صالح نجم الدين أيوب في الحياة السياسية، وللصدفة البحتة كانت هي برضو المكان اللي انتهت فيه حياته السياسية والدنيوية كمان. هنتكلم عن البداية وبنهاية القصة هنعرف النهاية. بداية القصة تبتدي سنة 618 في معركة دمياط. كان الصليبيين محاصرين داخل دمياط، وكان الحصار بيد السلطان الملك الكامل والد الملك الصالح نجم الدين أيوب، وكان معاه أخوه المعظم عيسى. ساعتها الصليبيين كانوا تحت حصار شديد وطلبوا المفاوضات نظير تسليمهم لمدينة دمياط. المظفر عيسى رفض المفاوضات، او كان عايز يرفض المفاوضات، وقال للملك الكامل احنا ما ينفعش نتفاوض ونكمل الضغط ونكمل الحصار ونخش دمياط.
لكن الملك الكامل اعترض على وجهة النظر وقال ان احنا محصرينها او الحرب شغالة بقالها 3 سنين وشهور والجنود زهقت. فهو خاف من عنصر الانفلات ان الامور تخرج من تحت سيطرته، خصوصا ان هو وصل لمرحلة مش هنقول انتصار، لكن هنقول ان الصليبيين بدأوا عملية اندحار، خاصة ان الامدادات اللي كانت بتجيلهم بالسفن اتأخرت. اعتقد ان الملك الكامل وقتها كان رأيه ممتاز، خاصة ان بعد تنفيذ المعاهدة وتسليم مدينة دمياط حصلت حامية او مجموعة من السفن فيها كمية جنود كبيرة جدا، لكن كان قضي الامر والمصريين استلموا مدينة دمياط بالفعل. كانت المعاهدة اللي بين المصريين او بين السلطان الكامل وبين الصليبيين داخل دمياط تقتضي على ان السلطان هيبعت ابنه الملك الصالح نجم الدين ايوب، وكان وقتها عمره 15 سنة، نظير ان الصليبيين هيبعتوا مجموعة من امرائهم وكانوا حوالي 10 تقريبا تنفيذا لبنود المعاهدة بينهم، وهتسلم مدينة دمياط. دي كانت بداية الملك الصالح نجم الدين ايوب او المحطة الاولى في حياته السياسية. نخش المرحلة الثانية سنة 624، كان وقتها الامير الملك الصالح كان عمره حوالي 21 سنة. سنة 624 بالتحديد المحطة دي مهمة لسبب، حصل خلاف ما بين الملك المعظم عيسى والملك الاشرف موسى اخوات الملك الكامل سلطان مصر. كان المعظم عيسى متولي دمشق، وكان الاشرف موسى متولي منطقة خلاط وديار بكرة وسنجار وكيبة. معظم عيسى طمع في بعض الاماكن اللي كانت تحت سيطرة الاشرف موسى، فلجأ الاشرف موسى لاخوهم الكبير السلطان الكامل. فالسلطان الكامل بعت للمعظم عيسى اكتر من مرة ان هو يحاول يردعه او يحذره او يهدده، لغاية مرة في 622 تقريبا بعت له الملك المعظم عيسى رسالة محتواها او فحواها تهديد انه هيحاربه بعساكره. طبعا الملك الكامل اظهر بعض القلق وما اهتمش بالرسالة. سنة 624 المعظم عيسى بدأ انه يتحرك لبلاد الاشرف موسى. السلطان الكامل بعت له وبالفعل ابتدى يتحرك من مصر وهو كمان علشان يهاجم دمشق، وهنا كانت المفاجأة. وكان رد فعل الملك المعظم عيسى مفاجئ، لانه بعت للسلطان الكامل رسالتين، رسالة سرية ورسالة معلنة. الرسالة المعلنة كانت اعلان الخضوع والتأييد للسلطان الملك الكامل، وانه مش هيخرج عن طوعه وانه هينفذ اوامره وانه كبرنا والى اخره. الرسالة السرية كانت تهديد معلن للسلطان الكامل، لدرجة ان المعظم عيسى قال بالنص: لقد نظرت لله 1000 دينار عن كل مرحلة تخطوها الي. يعني كل ما انت بتقرب من دمشق مرحلة انا هطلع لله نذر 1000 دينار. وختم الرسالة وقال: والله لا أهزمنك بعسكرك. فدي كانت رسالة يعني مقلقة للسلطان الكامل، والمؤرخين ذكروا قالوا ان اصابه الوهم والحيرة، مين اللي من عساكر اللي هيخوني. يذكر المقريزي وابن تغري بردي ان تم القبض على مجموعة من البحرية والاشرفية. وهنا لا نوقف. ليه؟ لان لفظ البحرية كان اول مرة يظهر في الكتب التاريخية. للأسف اعتقد البعض ان الفرقة البحرية او المماليك البحرية كانت موجودة من قبل الفرقة دي، وما كانش المؤسس بتاعها نجم الدين ايوب كما يعتقد الناس. للأسف هو ظنهم غلط او تعريفهم غلط، لان المقصود هنا بالمماليك البحرية هم مماليك الملك الصالح بالفعل. وارجع اقول ان وقت ذكر لفظ المماليك البحرية كان عمر الملك الصالح وقتها 21 سنة. طيب ايه الدليل؟ هنربط اكتر من حادثة مع بعضيها وهنشوف النتيجة ايه
ونفهم ان فعلا البحريه دي او الفرق البحريه المشار القبض على 10 منها كانت تخص الملك الصالح نجم الدين ايوب. سنه 625 اعلن الملك الكامل تنصيب ابنه الملك الصالح نجم الدين ايوب في منصب ولي العهد. اعتقد هنا ان في بعض الغموض في تنصيب صالح ايوب، خاصة بعد شهور من القبض على فرقة من مماليك البحرية بتهمة المخابرة مع المعظم عيسى شقيق الملك الكامل. سنة 627 حصل موقف غريب جدا. الملك الكامل ترك مصر في وصاية ابنه الملك الصالح نجم الدين ايوب، وكان بصفته ولي العهد، فساب له مصر تحت وصايته وسافر هو على راس الجيش لمحاربة جلال الدين خوارزمي شاه. جماد الاول سنة 627 وصلت للكامل رسالة وهو في حيران على وشك الالتقاء بالخوارزمية. الرسالة بتقول ان الملك الصالح نجم الدين ايوب خليفته على مصر وولي عهده لما يموت بيخطط للانقلاب عليه، وكانت الرسالة من زوجته ام ابنه الملك العادل ابو بكر. ساعتها الملك الكامل ساب كل حاجة ورجع مصر جري وخلع ابنه المنصب ولي العهد. سنة 628 بعد خلع صالح بسنة ظهر خبر غالبا محدش بياخد باله منه. الصالح قرر يزود عمق النيل حوالين جزيرة الروضة، وظهر طبعا الخبر بشكل مفاجئ، والحفر استمر من فترة شهر شعبان لغاية شوال 628، وده كان أول اهتمام للملك الصالح بجزيرة مانيا للروضة. لو ربطنا ما بين الرسالة اللي وصلت للسلطان الكامل وبتقول له خلي بالك ابنك ناوي يعمل انقلاب عليك، وكانت من ضمن مضمون الرسالة ان الملك الصالح اشترى 1000 مملوك وحطهم في جزيرة مانيا للروضة، بعديها بكم شهر في 628 قرر الملك الصالح تعميق عمق مجرى النيل حوالين الجزيرة من شهر شعبان لغاية شهر، استمر الحفر من شهر شعبان لغاية شهر شوال. لو ربطنا الحادثتين ببعض هنتأكد ان فرقة البحرية كانت موجودة فعلا بسبب الملك الصالح، وهنتأكد اكتر ان فرقة البحرية كانت سببها ان تواجدها في جزيرة مانيا للروضة، وهنتأكد اكتر ان ما كانش فيه فرقة بحرية قبلها. في شهر جماد الثاني سنة 629 خرج الملك الكامل بحجة محاربة الملك قباد جوز اخته سلطان السلاجقة، وكان معاه 18 ملك من الأسرة الأيوبية على رأسهم زوج بنته الناصر داود وابنه الصالح أيوب ده وأخوه الثالث الصالح إسماعيل وإلى آخره، حوالي 18 ملك وأمير من العائلة الأيوبية. لكن هنا ظهرت ألاعيب الحريم، بما إن الملك أو السلطان قتباد ملك السلاجقة كان زوج أختهم، ظهرت هنا ضيفة خاتون من مملكة حلب ولعبت دور دبلوماسي خفي، دمرت التحالف اللي حصل مع الملك الكامل. وبعد معركة حصلت مع السلاجقة وقع الملك الصالح نجم الدين أيوب أسير، وهم كان معاه الناصر داود. صالح أثبت إن الملك أثبت إن هو ما كانش عنده دراية حربية ولا حاجة كما هو مزعوم عنه، والكلام ده اتكرر أكتر من مرة. يعني مفيش طلع على رأس جيش ليه على رأس جيش وانتصر، يعني ما كانش مشهود له إن قائد عسكري محنك كما يدعي البعض، الكلام ده غير صحيح. سنة 630 بعد خروج الملك الصالح نجم الدين أيوب من مصر بشهور بسيطة، السلطان الملك الكامل حب يحرق قلبه، فأعلن تنصيب أخوه الملك العادل أبو بكر أخوه الصغير أصغر إخواته سلطان مصر. غريبة.
يقال ان السلطان الملك الكامل حب يحرق قلب الملك الصالح، بالاضافه ان هو حب يقطع عشمه او امله ان هو يتولى سلطنه مصر بشكل نهائي. جايز كان السلطان الملك الكامل كان معاه حق. في رمضان سنة 633 أعلن الملك الكامل تولية الملك الصالح نجم الدين أيوب بلاد الشرق وديار بكر. أعتقد إنها كانت مبادرة من الملك الكامل ترسيخ السلطنة لابنه الصغير الملك العادل الثاني أبو بكر، وقطع العشم لابنه الصالح أيوب. بعد تولية الملك الصالح بسنة على ديار بكر رسميا ان هو حاكم ديار بكر، بعت لابوه يستأذنه في انه يستعمل الفرقه الخوارزميه. كان ساعتها جلال الدين الخوارزمي الشاه توفى، والملك الصالح طمع في انه هو يستعمل الفرقه الخوارزميه ان هي تكون تحت ايده كقوه من المرتزقه يستعين بيهم لحمايه نفسه وللدفاع عن نفسه لو حصل هجوم عليه، لان كان ساعتها منطقة ديار بكر محصرة ما بين ملك الروم السلاجقة وما بين المغول وما بين عمه طمعيس. لكن المفاجأة هنا ان الملك الكامل وافق على ان ابن الملك الصالح يستعمل المماليك الخوارزمية المرتزقة، وده عليها علامة استفهام غريبة قوي. ازاي الاب اللي رفض ان الابن يكون مجموعه مماليك بحريه في منيل الروضه داخل مصر يوافق ان الابن يستعمل مجموعه من الخوارزميه؟ ايه، هل هو مش خايف ان هو يستعملهم في الهجوم عليه من الخارج؟ الحقيقه لا، ده يثبت بعد نظر الملك الكامل، ولانه عارف ان حسام الدين بركه خان زعيم الخوارزميين مش هيكون له الولاء الكامل لابنه الملك الصالح نجم الدين ايوب، وانه هيكون ولاؤه التام للمصلحه والفلوس والسلطه. بالتالي ولاء الخوارزميه لابنه الملك الصالح نجم الدين ايوب كان صعب انه يحصل، وده اتحقق بعد وفاه الملك الكامل بعدها بسنه تقريبا. في مطلع سنه 635 وردت على مصر الاخبار بان الامير الملك الصالح نجم الدين ايوب ملك ديار بكر تحرك من مكانه وسيطر على بعض المدن المحيطة به منهم حصون سنجار ونصيبين. طبعا كان الأب الملك الكامل فرحان بابنه، لكن ما فيش شهور وتوفى الملك الكامل. يوم الأربع 11 رجب سنة 635 يتوفى الملك الكامل. المفاجأة هنا تحصل، الخوارزمية تنقلب على الملك الصالح نجم الدين ايوب وحاولوا ان هم يقبضوا عليه ويقتلوه، لكنه هرب منهم وتحصن في حصن سنجار، وكانت المفاجاه مستنياه هناك الامير بدر الدين لؤلؤ حاصر سنجار، وكان مصمم على القبض على الملك الصالح نجم الدين ايوب، وكان حالف انه لازم يقبض عليه ويحبسه في قفص ويلف بيه مدينة بغداد بالكامل. ليه اللي حصل ده كله؟ أبوه كرهه وطرده من مصر، والخوارزمية تقلب عليه، وبدر الدين لؤلؤ حالف إن هو يحطه في قفص. يذكر المؤرخين إن الملك الصالح نجم الدين كان صعب المعاشرة، كان طاغي زيادة على الحد، كان مكروه جدا في منطقة ديار بكر والعراق. بالتالي خروج الخوارزمية عليه والغدر بيه كان شيء طبيعي جدا، وتصرف بدر الدين لؤلؤ وانه حالف يذله ويحطه في قفص زي اليرد ويلف بيه مدينة بغداد كان رد فعل طبيعي جدا، وهنا يؤكد فعلا ان كان ناوي يغدر بابوه ويعمل انقلاب. وهنا يظهر طوق نجاة للصالح نجم الدين ايوب في شخصية القاضي بدر الدين ابن الحسن الزرزاري. ساعتها صالح قرر ان هو يبعته رسول لابنه المغيث عمر في حيران، وكان محاصر برضه، ويبقى وسيله تواصل ما بينه وما بين الخوارزميه ان هو يسترضيهم ويوصل معاهم لاتفاق معين.
بالفعل نجح القاضي الزرزاري ان هو يقنع الخوارزميه للخضوع تاني للملك الصالح نجم الدين ايوب، وخدهم وراحوا على حيران، وكان معاه رساله لابن الملك الصالح اللي هو المغيث عمر، وبلغه قال له سلم نفسك للخوارزميه علشان انتوا هتجوني على سنجار وتنقذوني. وبالفعل نجحت الخطه، ووصل القاضي للمغيث عمر واقنع الخوارزميه لانقاذ الملك الصالح نجم الدين ايوب، وفك الحصار من على سنجار اللي كان عامله بدر الدين لؤلؤ الموصلي. اتحرك المجموع الصالح نجم الدين ايوب، اجتمع مع اولاده الاثنين توران شاه والمغيث عمر، وكان معاهم القاضي زرزاري بحمايه فرقه من الخوارزميه قوامها حوالي 10,000 فرد بزعامه زعيم الخوارزميه حسام الدين بركه خان. المجموعه دي اتحركت في شوال سنه 636 اتجاه مصر، وكان كل اللي شاغل الملك الصالح ان هو يسترد ملكه من اخوه الملك العادل الثاني ابو بكر.